خلينا نستقبل الممثل برا على الشاشة بيحمل نفس اسمك وهو الممثل آلاء سعادة. مساء الخير آلاء، أهلا وسهلا فيك. خلينا نتفرج. آلاء سعادة أهلا وسهلا فيك. انت ممثل لمعت بفيلم فيري بيج شوت، فيلم كثير كبير، وهذا الفيلم يلي شفناه على الشاشات اللبنانيه وكمان عم نشوفه على نتفليكس، وبتخيل هذا الفيلم اللبناني الوحيد يلي دخل شبكه نتفليكس. بدنا نقول لكم قبل الف مبروك على هذا الانجاز، ثانيا الف مبروك لك كمان عن هذا الفيلم وعن المسرحيه الجديده اللي عم تمثل فيها. خبرنا شوي اكثر اليوم عن الفيلم فيري بيج شوت، كيف كان وكيف كانوا ردود الفعل وكيف تدخل على نتفليكس؟ كيف كان؟ كان بجنن. ما بعرف انه كيف خلق قصدك؟ لا كتجربه لإلك. كتجربه لإلي كان لإلي انه تجربه، اول تجربه سينمائيه انه عم بحمل هيك دور يعني. نعم. فكانت ممتعة يعني وكانت حلوة، مع إنه إيه كانت ممتعة، ما في قول أكثر من هيك يعني. إيه. والمسرحية هلا؟ مسرحية هلا لذيذة كتير. نعم. كمان مهضومة يعني حلو. عن شو بتحكي عن مزبوط؟ المسرحية بتحكي عن كوبلين مجوزين، واحد منهم بده يطلق، كون أنا اللي بدي يطلق مرتي، كون عندي علاقة تانية، وبتحكي كل المسرحية عن العلاقات وتأثيرها على هول الأصحاب، كيف أنا بطلق بتأثر على كل علاقاتنا يعني. فمسرحية مهضومة، وبظن إنه حتى التام تبعها لذيذ كتير. من واقع الحياة؟ بالحياة العادية أنت مزوج ولا؟ لا، أنا قاعد مع صاحبتي. قاعد ممكن، هذا أحسن شيء. إيه، ما بآمن بالزواج يعني، بالمؤسسة والدور يعني. كل ما عم تلعب الدور اكثر من المسرحيه كل ما عم تقتنع اكثر بهذا الشيء. يمكن لا بس غير هو بالدور غلط وتجوز يعني ورجع هلا علقان يعني كمان. طب بتامن بانجاب الاولاد بدون زواج؟ ما في مشكله؟ ايه اكيد ما في اي مشكله فيه. ايه اكيد. وين بتسجلهم؟ بدها تغير هلا، بدها تغير هون التشريعات عندنا بالبلد، بس اكيد نحن بعدنا بقوانين هون بظن دينية يعني. أنا ما بآمن يعني فيها بتاتا. ممكن يتغيروا ساعتك لقوانين بهذا المنظور؟ إذا بنحكي عن الشق الديني هذا موضوع بيقتعد قانون الأحوال الشخصية حتى يصير في نوع من علمنة إذا بدك بهيدا الشيء، وهذا ما له علاقة بقصة الزواج أو غير الزواج. إذا بدك تجيب أولاد خارج الزواج أو ضمنه، في شق له علاقة بالكوتيل المدني إذا بدك، أو الكوتي الطائفة اليوم موجود بقوانين الأحوال الشخصية اللي عنا إياها. وموضوع تاني هلأ عم يحكي عنه قصة إنه إذا بجيب أولاد برات الزواج أو من ضمنه.